بشكرك يا مي يا كريم طبعا، ومهم جدا يعني جزئيه ان انت وانت في فندق الاقامه وبتركز، والجزء الفني والمحاضرات الفنيه اللاعبين طموحهم واصرارهم ان هم الموسم ده فعلا يبقى موسم ايضا استثنائي زي السنه اللي فاتت. احنا خلصنا السنه اللي فاتت تقريبا قبل ما يخلص بطوله الدوري بخمس اسابيع، السنه دي نتمنى ان نكسر هذا الرقم ايضا من خلال طبعا الفوز بشكل مستمر. والهدف الاساسي احنا ما بنبصش لغيرنا هو بيعمل ايه او بيخفق في مباريات، ولا احنا بنبص لنفسنا في تحقيق الفوز في كل مباراه. طبعا المباراه اللي فاتت مباراه المقاولون العرب بشكل كبير اسعدت جمهور النادي الاهلي، اسعدت الجماهير اللي بتحب الاداء المميز، اسعدت الجماهير اللي بتحب مكسب في كل مباراه. فبالتالي النهارده الاطمئنان على اللاعبين والثقه اللي موجوده من الجمهور للاعبين في حته ان انا بادي، حته ان انا بكسب، اعتقد انها هتخلي شكل الفريق النهارده كمان ايضا مختلف. فنتمنى لهم طبعا ان حاله التركيز العاليه اللي احنا شفناها في مباراتين المقاولين المتتاليتين اعتقد، والمكسب الجيد، لان انت بتتكلم على فريق المقاولين اعتقد ان هو يعني فريق مميز مع محمد عوده، واستقراره الفني كان عامل شكل جيد في الموسم السابق، والموسم الحالي كمان ماشي بشكل جيد. فبالتالي ما بتكسبه بتكسب بعدد وافر من الاهداف، وفي نفس الوقت شكل فني عالي بتخليك انت مطمئن كمان كجمهور لفرقتك انها تقدر باي شكل من الاشكال باي لاعب موجود داخل المستطيل الاخضر انك تكسب، وبيأدي بشكل كبير. طبعا المكاسب كتيره، احنا عندنا دلوقتي وليد ازارو هداف الدوري ممتاز حتى الان، او بقى خلاص بقى هو المتصدر لهداف الدوري الممتاز 14 هدف في الدوري الممتاز. ان شاء الله زي ما بقول لكم ممكن وليد ازارو يضاعف هذا العدد من الاهداف في المباريات المتبقيه للنادي الاهلي، خصوصا اما تيجي تبص حوالين وليد ازارو والقوه الهجوميه الموجوده عند الفريق، اعتقد انها تؤهل وليد ازارو ان هو يحرز عدد اكبر من الاهداف في الفتره القادمه. زي ما قلت لكم قبل كده كان اخر هداف للدوري الممتاز من النادي الاهلي كان امادو فلافيو لاعب النادي الاهلي والانجولي طبعا، واللاعب المميز كان 2006 2007 هو وصل للهدف او عدد الاهداف 17. فبالتالي ان شاء الله وليد ازارو يتخطى هذا العدد من الاهداف، وان شاء الله يحصل على لقب الهداف، بالاضافه طبعا كنادي اهلي يحصل على لقب الدوري الثالث على التوالي والبطوله 40 في بطوله الدوري الممتاز. خلينا نروح نشوف تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين، خصوصا زي ما بقول لكم فريق الاسيوطي فريق حديث العهد في الدوري الممتاز، فبالتالي هنلاقي تاريخ او عدد المواجهات قليله، ولكن دائما النادي الاهلي بيبص في كل فريق صغير فريق كبير هو بيتعامل بجديه كامله في كل مباراه، هدفه هو حصول على الثلاث نقاط والفوز في كل مباراه. زي ما بقول لحضراتكم كده ده تاريخ المواجهات، ثلاث مباريات ما بين الفرقتين، النادي الاهلي حقق الفوز في مباراتين وطبعا الاسيوطي صفر، اما مباريات التعادل فهي مباراه وحيده. ست اهداف احرزها النادي الاهلي في شباك الاسيوطي، اما الاسيوطي فلم يحرز اي اهداف في مرمى النادي الاهلي. هداف النادي الاهلي في مرمى شباك الاسيوطي مؤمن زكريا وعبد الله السعيد، لكل منهما هدفين في مرمى فريق الاسيوطي. اكبر فوز كان 5-0 للنادي الاهلي، اما الاسيوطي طبعا ما كسبش ولا مباراه، فبالتالي ما فيش اي فوز بالنسبه لفريق الاسيوطي. ده تاريخ المواجهات ما بين الفرقتين. طبعا وده يدل يعني ان ماشي اوكي انت بتلاعب فريق ممكن يكون الى حد ما اسما صغير، ولكن طبعا نتائجه في اخر ست مباريات تخليك تاخد حذرك بشكل كبير في هذه المباراه. طبعا ده ترتيب الفرقتين في جدول الدوري وموقفهم في الدوري الممتاز. النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 60 نقطه، الاهلي طبعا لعب 23 مباراه فاز في 19 وتعادل في 3 وخسر في مباراه وحيده امام مصر المقصه، وله 55 هدف وعليه 14 هدف وله من النقاط 60 نقطة. أما الأسيوطي ففي المركز ال 11 لعب 23 مباراة وفاز في 7 وتعادل في 8 مباريات وخسر أيضا في 8 مباريات له 29 هدف. يا ريت نرجع يا جماعة بعد إذنكم، ده ما أنا بقرا من الشاشة، وعليه ليه 29 هدف وعليه 27 هدف في مرماه وله 29 نقطة. ده موقف الفريقين في جدول الدوري الممتاز. باقي طبعا الاحصائيات الخاصه بموقف الفريقين وشكل الفريقين بعد اذنك يا بيبو نكملها بعد اذنك. ايضا واحنا بنتكلم عندهم عدد من الاهداف مميز، يعني عندهم قوه هجوميه مش
مش ضعيفه، قوه هجوميه اعتقد انها كمان كانت متمثله في عنتر اللي انتقل لنادي الزمالك، لكن طبعا الوضع هيبقى مختلف بالنسبه لفريق اسيوط. خليني اقول لكم بالنسبه للجوله ال 24 الزمالك ووادي دجله، طبعا المباريات ابتدت من يوم الاربع، الزمالك ووادي دجله، وفوز الزمالك على وادي دجله في الدقائق الاخيره عن طريق كاسونجو 1-0 بالنسبه لنادي الزمالك. الاتحاد والداخليه، والاتحاد يستنشق هواء وجوده في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز وبقائه في الدوري الممتاز. زي ما بقول لكم الاتحاد فريق كبير، اعتقد ان دائما فكره النزول بالنسبه لجماهيره شيء صعب، ولكن طبعا هو ما زال مهدد في الدوري الممتاز حتى الان. طبعا فوزه على الداخليه 2-1 بينتعش يعني اماله في البقاء في الدوري الممتاز. النصر وبتروجيت، وفوز بتروجيت على النصر 1-0. المصري والرجاء، وتعادل سلبي 0-0 بالنسبه لفريق المصري. طبعا بقيه مباريات الجوله ال 24 بدايه، دي مباريات الجوله 25 رجعتوا يا جماعه تاني. طيب دي مباريات الجوله 25، مباراه المصري والاتحاد وتاجلت هذه المباراه طبعا نتيجه ان المصري مشترك في بطوله افريقيا. امبي والاسماعيلي ان شاء الله ده هيكون يوم الاحد الساعه 7:30، بتروجيت والزمالك هتكون الساعه 5 مساء، اما الاهلي والنصر هتكون ايضا يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 8 مساء. دي مواعيد مباراه الجوله ال 25. طبعا في مباراه النهارده شغاله، في مباراه شغاله دلوقتي في الاسبوع ال 24، لكن استكمالا لمباراه الجوله ال 25 القادمه ان شاء الله، ايضا مباراه سموحه ومصر المقصه، ومباراه سموحه مصر المقصه ايضا تاجلت لاشتراك طبعا مصر المقصه في بطوله افريقيا. ايضا طنطا والرجاء ان شاء الله هتكون يوم الثلاث الساعه 2:30، الداخليه والمقاولون العرب الساعه 5 يوم الثلاث ايضا، انتاج الحربي والاسيوطي الخامسه ايضا مساء، ووادي دجله وطلائع الجيش الساعه 7:30 مساء يوم الثلاث. طبعا زي ما بقول لكم في مباراه النهارده بالنسبه للاسبوع ال 24، مباراه المقصه وطنطا وتعادل سلبي 0-0، ده بالنسبه لمباراه اليوم بالنسبه لاسبوع ال 24. ايضا في مباراه طلائع الجيش وسموحه، ودي هتبقى ان شاء الله الساعه 7:30 من ضمن اسبوع ال 24، وايضا مباراه المقاولون العرب مع الانتاج الحربي. خليني اقول لكم هدافي الفريقين، وليد ازارو 14 هدف، هو لاعب النادي الاهلي، ان شاء الله كل التوفيق ليه ويزداد عدد الاهداف بالنسبه له. ايضا عمر بسام لاعب الاسيوطي 4 اهداف، ده بالنسبه لي هدافي الفريقين في الدوري الممتاز. ايضا نتكلم على هدافين الدوري الممتاز بالنسبه لاستكمال كل الفرق. وليد ازارو طبعا ده تربع على عرش او على قمه هدافي الدوري من الاهلي 14 هدف، جون انطوي من مصر المقصه و12 هدف، عمر السعيد وادي دجله 12 هدف، احمد جمعه لاعب المقصه 11 هدف، دييجو كالدرون لاعب الاسماعيلي 10 اهداف، اما عبد الله السعيد لاعب الاهلي ايضا 10 اهداف. نتمنى ان عبد الله السعيد في المباريات وتالقه المستمر في المباريات ان هو يزداد ايضا من عدد الاهداف. استكمالا لهدافي الدوري الممتاز هيكون مع حضراتكم حالا على الشاشه، احمد علي لاعب المقاولون العرب 9 اهداف، حسين الشحات لاعب مصر المقصه 9 اهداف، ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي 8 اهداف، صلاح محسن لاعب النادي الاهلي الحالي 7 اهداف. طبعا السبع اهداف بالنسبه لصلاح محسن احرزهم هو في نادي امبي، لسه طبعا صلاح محسن ان شاء الله باشتراكه ووجوده في النادي الاهلي وتالقه ايضا من خلال القوه الهجوميه الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله عدد اهدافه يزداد زيه زي وليد ازارو ان شاء الله. اما جونيور اجاي لاعب الاهلي ايضا 7 اهداف، محمد حمدي لاعب سموحه 7 اهداف. ده بالنسبه لهدافي الدوري الممتاز. نتمنى ان شاء الله ازدياد عدد الاهداف لوليد ازارو، زي ما بقول لحضراتكم قوه هجوميه كبيره لفريقنا من خلال طبعا تواجد اللاعبين المميزين عبد الله السعيد، جونر اجاييه، وليد سليمان، اسلام محارب لما بينزل، يعني مجموعه كبيره جدا ممكن تساعد وليد ازارو في احرازه عدد اكبر من الاهداف. ده التشكيل المتوقع ان شاء الله للنادي الاهلي. طبعا لسه دائما كابتن حسام البدري بيفاجئنا في بعض التغييرات، ولكن خلينا نقول ان في بعض اساسيات موجوده زي محمد الشناوي في حراسه المرمى، ده التشكيل المتوقع، احمد فتحي من اليمين الشمال، محمد نجيب، ايمن اشرف، وصبري رحيل، في خط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه، امامهم باكا وعبد الله السعيد وجونيور اجاي والقوه الهجوميه الجديده، يعني باكا وجونيور اجاي وعبد الله السعيد عاملين ما شاء الله ثلاثي رعب بالنسبه لاي فريق، بالاضافه طبعا لوجود وليد ازارو. ده يمكن
التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. معانا تشكيل متوقع لفريق اسيوط يا جماعه. طيب يلا معانا هيكون على الشاشه حالا التشكيل المتوقع لفريق الاسيوطي سبورت، اللي انا بشوف ان علي ماهر اعتقد ان هو عمل مجموعه من اللاعبين صغار السن ممكن ما يكونش ليهم اسماء كبيره، ولكن عمل فريق مميز جدا ممكن يبقى ليه مستقبل او شكل مختلف اذا بقى في الدوري الممتاز هذا الموسم في المنافسه حتى على مراكز متقدمه في الدوري الممتاز الموسم القادم. ده التشكيل المتوقع بالنسبه لفريق الاسيوطي سبورت. طبعا احمد دعدور من دافع حراسه المرمى، اما في خط الظهر بدايه من عفروتو واحمد سعيد اوكا واسلام صيام وحماده طلبه، في خط الوسط مهند لاشين ومحمد رزق ونيوجفيت ومحمود صلاح وشريف رضا وتشلينجو، ده لاعب الفيرود الخاص بفريق الاسيوطي سبورت. ده طبعا يعني ده التشكيل المتوقع، لسه طبعا ممكن يبقى تشكيل مختلف بالنسبه للكابتن علي ماهر. ما زال معانا طبعا بعض الاحصائيات الخاصه بالفرقتين وبين طبعا مقارنات ما بين اللاعبين والاجهزه الفنيه بالنسبه للفرقتين، يعني لو معانا على الشاشه يا جماعه ايضا نتكلم فيها، لان طبعا الارقام بتفرق كتير او بتخلينا توضح بعض الامور الخاصه بالفرق. طبعا اللاعبين الفريقين الاكثر مشاركه في الدوري الممتاز طبعا وليد ازارو لعب 1889 دقيقه، عمرو سليه لعيب دول لعيب النادي الاهلي، عمرو سليه 1757 دقيقه، ايمن اشرف 1686 دقيقه. بالنسبه للاسيوطي احمد سعيد اوكا طبعا لاعب خبره 1890 دقيقه، مهند مصطفى 1771 دقيقه مشاركته في الدوري الممتاز ايضا، محمد رزق 1548 دقيقة مشاركته أيضا في الدوري الممتاز. بالنسبة ده المقارنة ما بين مشاركات اللاعبين في الدوري الممتاز سواء في الأهلي أو الأسيوطي. زي ما أقول لحضراتكم مواجهات الفريقين 3، فاز النادي الأهلي في 2 وتعادل مع الأسيوطي 1 وسجل النادي الأهلي 6، نسبة الفوز بالنسبة للنادي الأهلي 67%، أما نسبة الفوز للأسيوطي 0 زي ما قدامكم على الشاشة. ده يمكن تاريخ المواجهات وده بيبين قوة النادي الأهلي الكبيرة أمام فريق الأسيوطي النهارده. موقف فريقين في الدوري، طبعا النادي الأهلي لعب 23 مباراة وفي المركز الأول، 19 فوز للنادي الأهلي 7 فوز للنادي الأسيوطي. طبعا المركز ال 11 فريق أسيوطي، تعادل النادي الأهلي 3 تعادل الأسيوطي 8، أما الهزيمة فمباراة واحدة هزيمة بالنسبة للأسيوطي في هذا الدوري 8 هزائم. سجل النادي الأهلي 55 هدف أما الأسيوطي ف 29 هدف، استقبل النادي الاهلي 14 هدف اما الاسيوطي ف 27 هدف، النقاط 60 والاسيوطي 29، نسبه الفوز بالنسبه للنادي الاهلي 83% بنسبه معدل تهديفي 2.4 بالنسبه للنادي الاهلي، اما نسبه الفوز بالنسبه للاسيوطي 30% بمعدل نسبه الفوز 1 ونسبه يعني 30% ومعدل التهديفي 1.2 بالنسبه لتهديف فريق الاسيوطي. ده موقف الفريقين ونسب الخاصه بالفرقتين. دي مقارنه ما بين هداف النادي الاهلي طبعا وهداف الاسيوطي. النادي الاهلي وليد ازارو طبعا هداف الدوري حتى الان وهداف النادي الاهلي 14 هدف، عبد الله السعيد 10 اهداف، والجونيور اجاييه 7 اهداف، عمر بسام لاعب الاسيوطي 4 اهداف، وشريف دابو لاعب الاسيوطي 4 اهداف، ومحمود صلاح 3 اهداف. ده بالنسبه لهدافي الفريقين. ده يعني بعض الارقام بتبين شكل الفريقين وموقفهم بالنسبه لمواجهه اليوم، وممكن تبقى الارقام بتفرق كتير قوي في تحليل بعض المديرين الفنيين لشكل الفريق اللي بيلعبهم، ولكن في الاول وفي الاخر في واقع في الملعب هو انك تجتهد، انك بتعمل حساب الفريق، بتعمل حساب انك عايز الثلاث نقاط، انك لازم تجتهد بدايه من اول المباراه لاخرها، وهو ده النادي الاهلي. دائما النادي الاهلي معودنا ان هو بيجتهد من الدقيقه الاولى وحتى الدقيقه الاخيره، ممكن وارد يحصل لك اي مشاكل في المباراه، لكن زي ما بنقول روح الفنان الحمراء دائما متواجده في اللاعبين والجهاز الفني وايضا جمهوره اللي دائما بيفضل متواجد على ثقه كبيره جدا من الفوز حتى لو في الدقائق الاخيره، ودائما النادي الاهلي معودنا على كده. هنقول لكم ان احنا طبعا دي كواليس قبل وبعد المباراه. النهارده هنكون في طبعا الجزء الفني معانا نجوم النادي الاهلي اللي هنستقبلهم بعد هذا الفاصل ان شاء الله، طبعا كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم بقى في المباراه اللي فاتت ورؤيتهم ايضا وقوه الدفع اللي موجوده من نتيجه مباراه المقاولون العرب 5-2، نتيجه كبيره
واداء فني رائع. والنهارده مباراه الاسيوطي واصرار فريق الاسيوطي وقوه الفريق وفنياته العاليه في اخر 6 مباريات ان هو لم يهزم في الدوري الممتاز في اخر 6 مباريات. هنقابل ايه؟ هنعمل ايه؟ كل ده مع نجوم النادي الاهلي ونجوم مصر في الاستوديو التحليلي بعد الفاصل. خلينا نروح للفاصل واستقبلهم نتكلم عن هذه المباراه.